الثلاث سرعات بتوع الموتور وده الكومي. شوف هنا ده المكثف، مكثف قدامنا اهو. المكثف ده طالع منه طرفين، مكثف طالع طرفين اهو. لو عندك موتور الروزيتا بتاعته من بره زي ده، هتيجي هنا. احنا قلنا المشترك هو اللي قاطع، هنمشي مع المشترك ونشوف السلك بتاعه فين اللي هو البني اهو. البني هنا ده قاطع من جوه الموتور، متوصل من جوه الموتور مع المكثف. شوف احنا هنعمل ايه، الكوبري قطعه سلك هتوصلها مع طرف المكثف بالطريقه دي، وهتوصلها مع طرف الكومنت اللي هو اللي قاطع من جوه الموتور. الكومنت اهو، هنجيب السلك الطويل ده، ادي طرف هنا اهو وطرف هنا عشان تكون واضحة شوية. ده الكوبري، وصلنا الكوبري في طرف المشترك اللي هو كان قاطع هنا، وصلناه هنا وطرف مع المكثف. المكثف معانا اهو، هنبتدي نجرب. نجرب الكوميت مع الثلاث اطراف. ادي الكوميت اهو، ونوصل هنا ارى، وهنا ارى، وكده ارى. هنسيب الطرف ده في المواتير اللي هي الصيني ما فيهاش روزيتا بالطريقه اللي انت شايفها دي. موتور الصيني ما فيهوش روزيتا، في سلوك طالعه، فانت هتلحم في المكثف بتاع الموتور الصيني وهتاخد الطرف ده بديل السلك بتاع الكومنت اللي هو قاطع من جوه. احنا قلنا الكومنت قاطع من جوه، فاحنا عملنا بديل اللي هو المشترك ده، سلك اسمه كوبري. يبقى الكومنت ده كده لغيناه، وهناخد السلك اللي احنا عملناه كوبري هنربطه عشان يبقى واضحه معانا. ربطنا السلك اهو، هنوصل في طرف من السرعه قارت معانا، طرف تاني بالسرعه قارت معانا، طرف التالت قارت معانا. يبقى احنا لغينا الطرف المشترك اللي داخل جوه الموتور اللي هو كان قاطع، وخدنا طرف جديد منين؟ من المكثف. نعيدها تاني اهو، طرف اهو وطرف اهو وطرف اهو، دول الثلاث سرعات. طيب واحد هيقول لك انا مش فاهم حاجه، هنجيب السيريا. السيريا شغال معانا ايه؟ هنربط هنا طرف الكهرباء، طرف الكهرباء اهو يا جماعه، طرف اللي احنا وصلناه في المكثف. يبقى معانا هنا طرف المشترك اهو اللي احنا عملناه مع المكثف، ونبتدي نشوف السرعات. هبتدي اوصل، الموتور اشتغل هنا، السرعه الثانيه اشتغل، الثالثه اشتغل. شوف بقى هنا لمبه السيريا، لمبه السيريا هنا، راقبها. لو نورت لمبه السيريا يبقى الشغل غلط، يبقى معايا لمبه السيريا ما سرتش، يبقى شغل التوصيله مظبوطه. دي طريقه عمل الكوبري، عشان لو عندك الموتور ما بيشتغلش تتاكد بالطريقه دي، تعمل طريقه الكوبري. وشكرا، سلام عليكم.